بالنسبه لكفاره اليمين، بالنسبه لكفاره اليمين الانسان واجب عليه انه يكفر يمينه، بس ما توفر معي المال. مثلا انا موظف انتظر بتعرف الراتب حتى ياتي، هل يجوز تاخيرها الى مثلا الراتب؟ مع العلم انه الواحد يعرف انه الموت حق ربما ياتي بغته يعني، لكن هل يجوز تاخيرها؟ وهل فيه اثم لو تاخر؟ هو جواب المساله يشبه جواب عشرات المسائل داخل في قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم. فإذا حلف إنسان مثلا ألا يكلم فلان، ثم رأى كما قال عليه السلام من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، فكلم الرجل. مجرد ما كلم الرجل وجبت عليه الكفارة. هنا يأتي قوله خير البر عاجله، فإذا استطعت هذا هو الواجب، ما استطعت فنظرة إلى ميسرة. يعني ما في ضيق في الموضوع ما دام المسألة كأخواتها من مسائل أخرى أنا داخلة في عموم اتقوا الله ما استطعتم، فساعة تستطيع عليك أن تكفر.